وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة في مختلف محافظات مصر النهاردة إن شاء الله معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك. صباح الفل أستاذ كريم، أهلا بيك وأهلا بيكم يا فندم. أهلا بحضرتك. إيه الوضع يا دكتور؟ أرجوك سؤال في الآخر بقى. وشامل إيه الوضع؟ إيه الوضع يا دكتور؟ خريف ورخب. يعني فيما يتعلق باليومين ثلاثة الجايين ويك إند بقى، وعايزين نعرف برضو التفاصيل، وهل هيبقى الوضع على ما هو عليه ولا متوقع بقى يعني انخفاض في درجات الحرارة، هطول أمطار إلى آخره؟ حضرتك استقرار واضح في الأحوال الجوية، سبورة مائية الصبح بدري، انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصبح بدري لغاية الساعة 8 الصبح كده. ارتفاع بقى في درجات الحرارة فترات وقعة الشمس الجديد تاني، نلاقي درجات حرارة تصل إلى 26-27 درجة على القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. لكن إحنا فترات الليل لسه درجات الحرارة منخفضة، بتلاقي درجات الحرارة منخفضة اللي خارج الصبح بادئ أو راجع متأخر بالليل، فعلا درجات الحرارة منخفضة. فيعني اللي بدأ يلبس ملابس شتوية ما يحاولش يخفف الأيام الجاية، يعني بقدر الإمكان سواء موجود بره البيت بالليل او خارج الصبح بدري، لا يعني يحمي نفسه شويه من انخفاض درجه الحراره. مش هنلبس طبعا شيت تقيل، ولكن الى حد ما لازم طبعا نغير طبيعه الملابس الصيفيه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. اكيد هو طبعا شنطار. اللي حصل الكام يوم اللي فات وخصوصا في محافظات زي اسكندريه ادى انطباع بان اللي جاي قوي وتقيل، بس لو توقعنا ان هيبقى دي اللي حصل ده بدايه فعليه بقى للاجواء الشتويه، ولكن من الواضح ان لسه الموضوع ايه شويه عليه، مش كده برضه؟ لسه يا فندم طبعا طبعا، احنا فصل الخريف لسه، فاضل فاضل شهر او اقل من شهر يبدا الشتاء 21، وفي نفس الوقت الخريف تقلباته معروفه، ارتفاعات انخفاض حراره وسقوط امطار ثم عوده الى الاستقرار والاعتدال في درجات الحراره، فده شيء طبيعي في فصل الخريف يا فندم. يعني الشبوره وضعها ايه برضه يا دكتور لو تطمنا؟ الشبوره بتبقى الى حد كبير بيقل معاها مستوى الرؤيه الافقيه، خصوصا على الطرق المؤديه للسواحل الشماليه والوسط البحري ومدن القناه، هذه المناطق في شبوره طبعا في الفتره دي وبيقل معاها مستوى الرؤيه، ولكن بعد الساعه 8 الرؤيه بتتحسن تماما. طيب دي نقطه مهمه، لان الشبوره دي كارثه الصراحه. صحيح طبعا، حاجه مش كويسه ابدا، وللاسف الفترات اللي فاتت او السنوات اللي فاتت حصل كذا حادثه بسبب الشبوره، رغم يعني التنبيهات اللي حضراتكم برضو يا دكتور محمود كنتوا بتقولوها. على كل حال احنا نرجع لحضرتك بقى بعد الويكند ان شاء الله ونطمن برضو على الاسبوع الجاي. شكرا ليك. بس فعلا انت بتتكلم صح، المشهد بتاع اسكندريه كان سيء جدا. إيه ده؟ وده مش من غزاره المطر على قد ما هي قصه الشوارع غير مستعده لتلقي اصلا الامطار، يعني حاجه كانت صعبه جدا بصراحه. فنتمنى ان يتم تدارك الموضوع من دلوقتي علشان بعد كده لسه مش عارفين فعلا الشتاء هيبقى شكله عامل ازاي. يقال يعني هوند والله اعلم ان اجمالي يعني معدل هطول الامطار نتج عنه ميه بحوالي 2 مليون متر كعب مياه متجمعه في شوارع مختلفه ومناطق مختلفه. هو ده كل سنه بيحصل برضو يا كريم، يعني احنا كل سنه برضو، يعني اصل دي مش مفاجاه. مش مفاجاه ان هي كل سنه في اسكندريه حتى ولو بكميات كبيره، احنا اوريدي عارفين ده. فنتمنى بس عشان سلامه حتى المواطنين ان يتم تدارك الموضوع من دلوقتي قبل ما الشتاء القارس بقى طبعا يدخل ومحدش عارف الامطار هيبقى شكلها عامل ازاي. والشتاء وتحديدا محافظه الاسكندريه يعني معروف عنها ان هي بيبقى فيها امطار غير اي محافظه اخرى، فنتمنى صحيح المشاهد دي ما نشوفهاش تاني، لان فعلا العربيات كانت غرقانه، يعني شوارع كانت مقفوله، الناس كانت يعني اكيد ده ما نتمناش ان هو يحصل.